نجيب الريحاني اتجوز بديع مصابني سنة 1921 بعد ما عملوا مع بعض مجموعة مسرحيات زي مسرحية الليالي الملاح ومراتي في الجهادية ومسرحية ريا وسكينة، وكانت بديعة بتحط عشرات الرقصات في المشاهد بتاعة المسرحية أو بين الفصول علشان يعملوا طبلوهات راقصة، لأنها كانت مقتنعة بضرورة الترفيه عن الجمهور. وكانت حياة نجيب الريحاني بسيطة زي الشخصيات اللي بيعملها، فكان بطبعه انطوائي قليل الكلام وبيحب الحياة الهادية بعيد عن الناس والدوشة والأضواء، وما بيتفاعلش مع أي حاجة حواليه كأنه مسجون جوه نفسه. أما هي فكانت بنت في 25 من عمرها بتحب الحياة والرقص وبتحب تعيش تحت الأضواء وسط الناس، والريحاني كان أبعد ما يكون عن الحياة دي، وكانت بديعة بتشوف إنه راجل ممل وصعب إرضائه، علشان كده ما استمرش جوازهم كتير وانتهى بعد 3 سنين بس. وبتقول بديعة مصابني في مذكراتها: اللي يعرف الريحاني يعرف كويس إنه شخص غير مرح دائم الضجر، ومحدش هيصدق إن الفنان العملاق ده اللي كان بيضحك الناس لدرجة البكاء كان عايش حياة كئيبة ما فيهاش أي مرح، وكان عايش في الحقيقة كأنه راجل مهموم وما بيضحكش أبدا. ولو حبيتوا تعرفوا شكل حياتي معاه هتلاقوا إن ال3 سنين اللي عشتهم معاه كانوا كأنهم عمر بحاله، ما اتكلمناش فيه إلا كلمات بسيطة، فهو ما بيعرفش يعبر كويس عن عواطفه وما بيحبش يتكلم كتير، وكان بيقوم من النوم الساعة 2 الظهر من غير ما ينطق بكلمة، وكنت بستناه ساعات لحد ما يشرب قهوته ويقرأ الجرايد والمجلات علشان أعرف أتكلم معاه، وكنت أتكلم معاه في كل حاجة وهو ما يردش إلا بكلمات قليلة زي أيوة مظبوط يمكن، والساعة 5 يروح المسرح وما يرجعش إلا والنهار بيطلع. وبتكمل بديعة وبتقول: راجل زي ده هل ممكن يتحمله حد؟ وكان معروف عن الريحاني إنه ما بيحبش المجادلات والمشاكل وبيشوف إن العمر قصير ومش محتاج مشاكل. وبتكمل بديعة كلامها عن إزاي الطلاق حصل بينهم، فبتقول: كنت في المطبخ بحضر الغداء ولما دخل نجيب قلت له أنا عايز أتطلق، فبصلي كده ثواني وبعدين سألني: أنتوا بتعملوا رز؟ فما ردتش عليه، وقلت له تاني أنا عاوز أتطلق، فقام بصص لي كده وقال لي: مفيش مانع، بس اطفي النور قبل ما تمشي. وراحت بديعة بعد طلاقها المسرح وخدت كل حاجتها وجمعت البنات بتوع الكورس وقالت لهم: لموا حاجاتكم، أنا اتطلقت من الريحاني ملكوش شغل معاه بعد كده. وكان الريحاني دايما يتريق على اللي عملته بديعة ويقول: طب خدت عفشها وحاجتها من البيت ده حقها، إنما تاخد ليه بنات الكورس؟ هما كانوا مكتوبين على القايمة. ومع ذلك بعد كل الكلام اللي قالته بديعة مصابني دي صورتها في الجنازة يوم ما مات نجيب الريحاني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.